هذا ما سوف نناقشه إذن مع ضيفنا من عمان الأستاذ أحمد عزام، المحلل الأول لأسواق المال في مجموعة إيكوتي. أستاذ أحمد مرحبا بك. يعني هناك بالفعل أشياء كثيرة يمكن أن تحدث تؤثر على الأسواق أو الأسهم سلبا وإيجابا، لكن هذه الحالة التي يقفز فيها سعر سهم ب 2700% كيف يمكن أن تتحقق؟ مساء الخير أستاذ أحمد، شكرا للاستضافة. يمكن شركة كارافانا واحدة من القصص المثيرة، طبعا القصص المحببة بالنسبة للمستثمرين، بالنسبة لقصة النجاح. عندما ننظر في الفترة الماضية منذ بدء كارافانا وانهيار سعر السهم ومخاوف الإفلاس جراء عدة أسباب أستاذ أحمد، كانت الأسباب بكل تأكيد بعد كوفيد-19، في فترة كورونا مخاوف بشكل كبير، ارتفاع أسعار الفائدة، تخافت الطلب في الفترات الماضية. بكل تأكيد ما يؤثر على سعر السهم نفسه هو سعر السهم إلى ربحيته. عندما ننظر في الفترة الماضية لشركة كارافانا كانت قد سجلت ارتفاعات بشكل متتالي للربحية، مبيعات بشكل كبير، تحركات بشكل كبير من إدارة الشركة نفسها لتغيير عديد من الأمور اللوجستية التشغيلية في الشركة، مما أعطى الدفع بشكل كبير، طلب عالي مرتفع، ربحية سجلت ربحية مرتفعة لعدة أرباع متتالية. عندما تسجل الشركات ربحيات متتالية بكل تأكيد تدفع المستثمرين لاستثمار العديد. بكل تأكيد عندما يكون هناك مخاوف من الإفلاس تحتاج الشركة ضخ الأموال لكي تحاول التخارج من مخاوف الإفلاس. هذا ما فعلت شركة كارافانا تحديدا عندما تم ضخ العديد الكثير من الأموال بكل تأكيد لمحاولة التخارج من مرحلة الإفلاس أو حتى المخاوف من الإفلاس. بكل تأكيد سعر السهم انخفض من $370 إلى $4، ثم عاود الارتفاعات وصولا إلى مستويات $140. عندما ننظر إليها أرقام بكل تأكيد مرتفعة لا تحصل كثيرا في أسعار الأسهم. كنا اعتدنا بكل تأكيد عندما ينخفض سعر السهم تصبح الشركة شبه مستهلكة، تتجه إلى مرحلة الإفلاس، ضخ الأموال، ثم الابتكار بإيجاد مراحل تشغيلية، مراحل لوجستية كما حصل مع شركة كارافانا دفع تسجيل ربحيات متتالية. بكل تأكيد عندما ننظر حتى للربحية في الربع الأخير ربحية أكثر من المتوقع. طيب أستاذ أحمد، يعني لنكن أكثر وضوحا، هذه شركة تعمل في مجال السيارات المستعملة، وهي تواجه بالتالي السيارات الجديدة، الشركات التي تعمل في السيارات الجديدة أو السيارات الكهربائية التي هي الآن مثار اهتمام للمستهلك. فإذا كيف يمكن أن تنجح شركة في عدة منافسات، في عدة طبقات من المنافسة الآن، وتصل بسهمها للنجاح بهذا الشكل؟ بكل تأكيد أستاذ أحمد، عندما ننظر إلى الشركة كانت لديها خطة واضحة سنة 2020 2021 2022 سجلت تقدم بشكل كبير بين شركات السيارات المستعملة، وصلت إلى مرحلة أن ثاني أكبر شركة بالنسبة للسيارات المستعملة. تقدمها في الفترة الماضية لإدخال حتى مبيعات السيارات الكهربائية مع حلول مبيعات عبر الإنترنت كانت أعطت الشركة حلول فريدة بكل تأكيد لمقارنة مع الشركات المنافسة. عندما ننظر إلى التنافسية أكيد أستاذ أحمد هنا نحتاج حلول، كما ذكرت الحلول التشغيلية، الحلول اللوجستية كانت كبيرة جدا من شركة كارافانا دفعتها لتسجيل الربحية. هنا المخاوف أستاذ أحمد فقط عندما ننظر إلى ربحية الشركة، مبيعات أصبحت مرتفعة، الحاجز بدأ يرتفع بشكل كبير مقارنة بسعر $4 إلى سعر $140. الربحية تسجل ارتفاعات، طلب الشركات أو طلب السيارات في الفترة الأخيرة يسجل حاجز مرتفع. هنا بكل تأكيد عندما تسجل الشركة حاجز مرتفع وتقفز أكثر من ذلك الحاجز بربحية أكبر من ما يتوقعه الأسواق، هنا قد تدفع الشركة لتسجيل أو تسجيل السهم بشكل مرتفع أو تسجيل السهم ارتفاعات بشكل أكبر. على الجانب الآخر أستاذ أحمد، يمكن بالفعل أن تؤثر العوامل الجيوسياسية الموجودة في بلد ما على أداء سوق السوق الفرنسي الآن، وربما يعاني من تجاذبات سياسية كثيرة، انتخابات رئاسية، انتخابات برلمانية تنافس فيها أحزاب ربما متشظية ناحية اليمين أو اليسار. فبالتالي هذا السوق فقد منذ 3 أسابيع أكثر من $250 مليار في إجمالي خسائر هذا من 3 أسابيع. الآن هناك شركات كبيرة، شركات الطيران تخسر أيضا بشكل كبير في هذا السوق. كيف يمكن أن ينجو سوق من
تبعات أو تأثيرات ليس له دخل مباشر فيها؟ بكل تأكيد أستاذ أحمد، عندما ننظر إلى المخاوف الفرنسية هي مخاوف مقتصرة على ما أعتقد العجز المالي والمديونية. عندما ننظر إلى العجز المالي هي ما يقارب 5.5% بالنسبة لفرنسا، 5.5% هي أعلى من اتفاقية ماستريخت عند 3%. عندما ننظر إلى المديونية هي عند 110% من الناتج المحلي الإجمالي، فبالتالي الأرقام مرتفعة جدا للمديونية. عندما ننظر إلى الانتخابات هي كانت المخاوف أكبر في الجولة الأولى هو وصول اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان. بكل تأكيد الحزب اليسار أو حتى كما ذكرت أنه البرلمان معلق أو برلمان منقسم قد يثير بعض المخاوف عدم اليقين بالنسبة للتحركات القادمة. هنا على الأقل الأسواق سجلت بعض الارتياحات. الارتياحات هي أستاذ أحمد الفروق بين عوائد السندات الفرنسية وعوائد السندات الألمانية، دائما هي مقياس على مخاطر الأسواق الفرنسية. في فترة ما عند إعلان ماكرون على الانتخابات المبكرة كان قد سجل العائد أو سجل السبريد الفارق بين تلك العوائد السندات ما يقارب الأعلى من عام 2017، أعطى إشارات واضحة بأن هناك مخاوف. وصولاً حالياً مع وصول اليسار حزب اليسار انخفضت تلك المخاوف، أعطى بعض الإمكانية أن هناك إمكانية وصول عدم حالة الإنفاق المرتفعة بالنسبة للأموال. بكل تأكيد هي الشركات هي المتضرر الأساسي، هي المتضرر الأكبر، وليس فقط الشركات الكبيرة، هي الشركات الناشئة. المخاوف من إفلاسات للشركات الناشئة في الفترات القادمة. بكل تأكيد برلمان معلق يعني أن هناك إمكانية عدم وصول قرارات سياسية، قرارات اقتصادية بشكل كبير. حتى بكل تأكيد هو البرلمان المعلق قد يكون لفترة زمنية قد تكون طويلة، يعني في هولندا بلجيكيا كانت قد وصلت إلى مرحلة أكثر من 6 أشهر لوصول برلمان اتفاق على برلمان واحد. بكل تأكيد إلى ذلك الوقت في فرنسا إلى وصول إلى برلمان واضح المعالم قد يكون هناك بعض المخاوف. حالة عدم اليقين قد تضطر وقد تدفع أسواق الأسهم لتسجيل بعض الانخفاضات في الفترة القادمة. الهروب من الأزمة الحالية على ما أعتقد قد يحتاج المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي للضخ الأموال في فرنسا. بكل تأكيد فرنسا هي قطب من أقطاب الاتحاد الأوروبي، تعتبر الدولة الثانية اقتصاديا بعد ألمانيا. فعندما تصل دولة مثل فرنسا أن يكون مديونيتها مرتفعة أعتقد تحتاج ضخ أموال قبل أن نصل إلى مرحلة كالمرحلة اللي عشناها بعام 2009-2010 مع أزمة الديون السيادية في اليونان. في اليونان وقد ضربت البرتغال أيضا. عندما ننظر إلى تلك المرحلة فبكل تأكيد هناك مخاوف فرنسا. نقطة أخيرة بكل تأكيد عندما ننظر إلى المخاوف، مخاوف كبيرة جدا بالنسبة لناحية فرنسا، حتى أن وكالة ستاندرد أند بورس قد خفضت التصنيف الائتماني على فرنسا. فعلى ما أعتقد قد يحتاج أو تحتاج المفوضية الأوروبية بقيادة الاتحاد الأوروبي إضخ الأموال، محاولة إيجاد سياسة واضحة بالنسبة للإنفاق في الفترة القادمة. المخاوف أن تكون إنفاق عالي من حزب اليسار مما قد يؤثر إلى ارتفاع العجز، ارتفاع المديونية. فبالتالي على ما أعتقد الحل الوحيد وفرنسا ربما تواجه احتمالية خفض تصنيفها الائتماني إن ألغت قانون التقاعد حسب ما قالت وكالة مودز. وفي هذا مسار حديث آخر في المستقبل إن شاء الله مع ضيفنا من عمان الأستاذ أحمد عزام محلل أسواق المال في مجموعة إيكوتي. أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا.